البيان المسحوب او البيان مشروع البيان اللي ما تمش الاتفاق عليه. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا يا فندم، انت بتتكلم على بيان لجنه الامن والدفاع القومي. ايوه يا فندم. اه يا فندم، كان انا ما كنتش حاضر المناقشه دي لان انا مشيت بعد المؤتمر الصحفي، وكان في يعني كذا اجتماع وقتها، انما هو الـ حصل خلاف ما بين الـ يعني الفرقاء او الاحزاب السياسيه على صياغه البيان وعلى درجه يعني حدته وتحليل الموضوع، وتم تاجيل صدور قرار من مجلس الشورى او بيان من مجلس الشورى للجلسه العامه غدا بعد ما الناس تلقي كلمتها وبياناتها العاجله. يعني دلوقتي احنا عرفنا انه كان في بيان صدر من القوى المدنيه عموما. مظبوط، كان في حزب الوفد، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المصريين الاحرار، الاصلاح والتنميه، غد الثوره، التيار المصري، حزب مصر، حزب مصرنا، كل الاحزاب دي اصدرت بيان متضمنه فيه بتطالب باقاله وزير الداخليه والبدء فورا في منظومه اصلاح الداخليه. طب وحضراتكم كده حبيتوا تحددوا موقف انتوا ككتله سياسيه جوه مجلس الشورى بخصوص الموقف اللي حضراتكم واخدينه ومطالبه صريحه باقاله وزير الداخليه. اقاله وزير الداخليه واصلاح وزاره الداخليه فورا. اثنين، بما فيه انا مقترح تشكيل قوة لفض الشغب تابعة لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مش تابعة للأمن المركزي، وفيها مؤهلات عليا كلها من المؤهلات طيب. العليا المجندين. في تقدير حضرتك، لأي درجة من الممكن إن البيان اللي أنتوا طلعتوه ده، البيان اللي يصدر بقى من مجلس الشورى عموما يتأثر بيه أو يأخذ منه؟ يعني على بركة الله إن شاء الله، يعني مفيش حاجة بعيدة على ربنا. إحنا مطالبين، أنا ما أعتقدش إن حد هيكون مترفق بالداخلية بكره، لانه المساله واحنا وضحنا ده في البيان، المساله مش بس الكاتدرائيه. الاسبوع اللي فات كان الازهر، الاسبوع اللي قبله يعني احداث متتاليه، احداث بورسعيد، انفلات امني في كل مكان، الناس اللي بتعاقب البلطجيه بنفسها، يعني الوضع متوقع. هل من الممكن يا دكتور ايهاب، هل من الممكن انه اللي بيحصل ده كله يبقى مدخل للتعامل مع الأزمة السياسية في مصر كلها؟ يعني تكونوا حضراتكم بتتكلموا على أو تطالبوا بإقالة وزير الداخلية، فده يؤدي للإسراع بمسألة تغيير الحكومة ومعه ما يتعلق بملف النائب العام. يعني هل ده ممكن تبقى ظرف أو بوابة للتعامل مع الأزمة كلها، ولا ده مش متاح؟ مفروض طبعا احنا برضو مطالبين يعني من ضمن مطالبنا الامتثال لقرار محكمة الاستئناف بتغيير النائب العام، ومن ضمن مطالبنا التأسيس لسيادة القانون وإنهاء الجلسات العرفية دي وعدم اللجوء إليها، ومن ضمن مطالبنا الـ يعني حلحلة الوضع والأزمة السياسية اللي البلد فيها، لأنه الاحتقان الطائفي ده مش هو بس العنصر، يعني تفجر الاحتقان الطائفي تتزامن مثلا مفهوم مع حدث جليل جدا اللي هو اضراب سائق القطارات وتعطل حركه القطارات في مصر. دي مش مساله خفيفه، صحيح. يعني عندنا مشاكل كل يوم في كل حته نتيجه يعني وجود جو من عدم الرضا الشعبي العام والتأزم العام. نتمنى بس انه اللي حضرتك بتتكلم عنه ده يكون تدخل في اللحظه المناسبه، يعني اكتر من كده تاخير هيبقى صعب شويه. بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا، احنا بينضم لنا كمان.